ذكر حجاج الأندلس خبر وفاة أبي عامر عبد الرحمن بن محمد حاجب الخليفة هشام بن الحكم الأموي الأندلسي بقرطبة، وصار يدعى الحاجب الأعلى المأمون ناصر الدولة. طلب من الخليفة هشام أن يوليه العهد من بعده، فولاه هشام ذلك لضعفه، فأضيف إلى ألقابه ولي عهد المسلمين. قام بقرطبة ابن عبد الجبار حفيد عبد الرحمن الناصر الأموي، وخلع الخليفة هشام بن الحكم، وترقب خليفة. قرر ابن عامر العودة إلى قرطبة، لكن قادة جيشه خذلوه وتركوه، فرجع إلى قصره في أرملاط وليس معه إلا خدمه. فطلبه الخليفة الجديد الأموي ابن عبد الجبار، فهرب إلى بعض الجبال، لكنه أسر وأخذ وذبح.